مرحبا، يسعد لي صباحكم كل اوقاتكم متابعيني الكرام، ورمضان مبارك على الجميع وينعاد عليكم بالصحة والعافية يا رب. وصفتنا اليوم كنافة بجبنة، كنافة نابلسية، بأنجح طريقة ومضمونة ولذيذة كتير، وخاصة برمضان، وبدون صبغة، والجبنة بتمط وبتضلها طرية وما بتنشف. جربوها وادعولي على هالطريقة الرهيبة. المقادير على الشاشة وتلاقوهم كمان بصندوق الوصف. أول مرحلة منحضر القطر ومنحط بطنجرة كوبين سكر، ومنضيف عليهم كوب مي، ومنشعل النار ومنتركه يغلي لمدة 5 دقايق. بعد 5 دقايق منضيف عليهم ربع ملعقة صغيرة من ملح الليمون أو ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ومنتركه يغلي كمان 2 دقيقة. وآخر الشي منضيف عليهم ملعقة كبيرة ماء زهر، الماء زهر حسب الرغبة، ومنطفي النار. وهلأ منبدأ بتحضير الكنافة، ومنحتاج لنص كيلو كنافة. ممكن تفرموا الكنافة بمحضرة الطعام أو أي مفرمة متوفرة عندكم، وممكن تفرموها على إيدكم بهذا الشكل. طبعا أنا فرمت على إيدي حتى أورجيكم كيف. ويفضل الكنافة تكون متلجة شوي حتى تسهل الفرم علينا. ومنعمل الكنافة بهاي الطريقة. طبعا هاي الطريقة للي ما عنده أدوات يفرم فيها الكنافة. لاحظوا نعومة الفرم. هلأ منحطها بالصينية ومنكمل باقي الكمية. لاحظوا الكنافة كيف صارت. طبعا ممكن تتركوها أخشن من هيك حسب رغبتكم. ممكن كمان تنعموها أكتر بطريقة الفرك. هلأ منحط عليها ملعقة كبيرة قطر. فائدة القطر بيعطي لون حلو للكنافة، ولكن بنكتفي بملعقة واحدة بس، ما بيصير نكتر. ومنضيف عليها 4 معالق كبار سمنة دايبة، ومنخلط الكنافة بالسمنة والقطر كتير منيح. وهيك صارت جاهزة ومنحطها على طرف. وهلأ منحتاج لصينية ألمنيوم قطرة 30 سنتي، ومندهن الصينية بملعقة سمنة، السمنة بدرجة حرارة الغرفة. ومنوزع الكنافة بشكل متساوي. سماكة الكنافة لازم تكون من نص لواحد سنتي. وبنضغط بشكل جيد على الكنافة، وبنختبر سماكة الكنافة بهي الطريقة. وهلا منحط عليها نايلون وبنضغطها شوي بصينية تانية بهذا الشكل. ومننظف الأطراف وهيك تمام. هلا منحتاج لنص كيلو أو أقل جبن عكاوي محلى ومبشور. أنا هذا النوع اللي استخدمته، وممكن تستخدموا جبن عكاوي مالح، بس لازم تنقعوه بالمي قبل يوم وتغيروا عليه المي وتحلوه وتصفوه كتير منيح من ميته. وهلا منحط الجبنة ومنبعدها عن الأطراف مسافة 2 سنتي. وهيك صارت جاهزة. وهلا منشويها على الغاز. مرحلة الشوي كتير مهمة وبدها طولة بال شوي. انتبهوا معي على مرحلة الشوي. طبعا الكنافة بجبنة ما بتصير بالفرن،
ومنشغل النار ومنخففها ومنحط الصينية على الأطراف، بس ما بيصير نحطها من النص وبتحترق. ومنحرك باستمرار، بتاخد وقت تقريبا من 20 لـ30 دقيقة حتى تتحمر الأطراف. الصينية رح تبدأ تسخن، امسكوها بملقط وحركوها. لاحظوا كيف بدأت تدوب الجبنة وتتحمر الأطراف. الصينية لازم تبقى على أطراف الغاز طول فترة الشوي مع التحريك المستمر، واللي بالنص راح ياخد حرارة من كل الجهات ويتحمر لحاله. وهيك تحمرت الأطراف، هذا دليل إنها استوت وتحمرت من تحت. ومنحط رشة صغيرة من الكنافة ونضغطها شوي. لاحظوا الجبنة عن جد واو. ومنطفي النار وهيك صارت جاهزة. ومنقلب الكنافة مباشرة على صينية تانية أو طبق تقديم. ومنرفع الصينية، لاحظوا اللون بياخد العقل بدون ملونات وبدون أي شيء. ومنسقيها بالقطر السخن، كمية القطر حسب الرغبة. ومنزينها بالفستق الحلبي وبتتقدم سخنة وصحة وألف عافية. وهلأ رح أقسم قطعة لاحظوا الجبنة بتاخد العقل. بنصحكن تجربوها ورح تاكلوا أطيب وأنجح كنافة ممكن تعملوها بنفسكن. وهيك خلص الفيديو لليوم، بتمنى يكون عجبكن، ولا تنسوني من الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وشوفكم فيديو جديد. يلا باي باي.